أكد السفير السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن الطلبة المبتعثون هم النواة التي ستقود مستقبل المملكة. وأضاف السفير المملكة في واشنطن خلال لقائه أمس الأحد بعدد من الطلبة المبتعثين في اجتماع رؤساء الأندية الأربعين أن جزءاً من عمل السفارة هو تقديم الخدمات للطلبة المبتعثين من خلال تحسين آلية التواصل معهم. وأكد أن جميع السعوديين في أمريكا هم سفراء للوطن، وأن كلنا أمل أن يمثلوا الوطن خير تمثيل، فنحن جميعا نعمل على رسم صورة وطنية مشرقة للمملكة العربية السعودية حول العالم. فالإنسان السعودي يفتخر بماضيه ونطمح لمستقبل مشرق بإذن الله. يذكر بأن عدد الأندية الطلابية في أمريكا يصل إلى نحو 370 ناديا سعوديا، تتنوع أنشطتها ما بين الاجتماعية والثقافية والتطوعية لخدمة المبتعثين السعوديين في 51 ولاية.